السلام عليكم. اليوم محاضرتنا بعنوان Ultimate Strength Design Method. طيب، احنا اتفقنا بهذا الكورس انه المقاطع مصنوعة من الخرسانة المسلحة، يعني من البطون ومن حديد التسليح. فلنأخذ على سبيل المثال Section لأي عنصر إنشائي من العناصر الإنشائية اللي تعلمناهم بالمحاضرات السابقة. شو الستكشر إليمنت اللي تعلمناهم؟ تعلمنا إيش؟ سلاب، بيم، كولوم، فوتينج، وول، وهكذا. هذا السكشن سواء بنحكي عن سلاب أو بيم أو كولوم، هذا السكشن بتكون من مادتين: مادة الكونكريت ومادة الستيل. واتفقنا أنه كل واحدة إلها مقاومة خاصة فيها، وأنه الخرسانة إحنا نحطها تشيل مقاومة انضغاط، والستيل مقاومة الشد، مع دفعات الأعمدة برضو بشيل انضغاط. حكينا مقاومة الخرسانة وسمينا كلمة مقاومة هو أعلى إجهاد تتحمله المادة. لما كنا نحكي عن strength كنا نحكي هو عبارة عن الماكسيمم ستريس الماتيريال كان withstand، أعلى إجهاد تتحمله المادة. فكانت السترينث للكونكريت سميناها F برايم C مقاومة الانضغاط، وكان السترينث للستيل F Y اللي هو إجهاد الخضم. برضو بما انه السترينث هو الماكسيمم ستريس، شو الستريس؟ سيجما هو اللود على الاريا، يعني سيجما بتساوي الستريس بي على الاريا. فاذا بدنا انا عرفت الستريس وعرفت الاريا بتقدر اطلع بي هي عبارة عن سيجما في الاريا. طيب، لحد الان احنا فقط يعني بنحاول نرتب الافكار عشان نستخلص منها معلومة مهمة. طيب، إذا عشان أطلع اللود هي عبارة عن الستريس في الأريا. طيب، الماكسيمم لود الماتيريال تقدر تحملها بي ماكسيمم هي سيجما ماكسيمم في الأريا. طب شو سيجما ماكسيمم؟ هي السترينث. فإذا أنا بدي أطلع الماكسيمم كاباسيتي أعلى سعة لا السكشن حيكون هو عبارة عن الـ strength of material مضروب في الأريا of section، مضروب في الأريا of section. طيب، إذا اتفقنا أنه حيكون هو عبارة عن الـ strength مضروب في الأريا. طيب، إذا بدي أطلع أنا على سبيل المثال كان عندي كولوم عمود وجيت عملت سكشن فيه مقطع، كان هذا المقطع فيه حديد تسليح وفيه خرسانة. حديد التسليح مساحته حرمز لها بالرمز AS، المساحة الكلية، يعني كل عدد البارات الأربعة، هاي البارات الأسياخ الأربعة. فإذا بدي أطلع الماكسيمم كباسيتي للستيل، كاباسيتي هاي الكاباسيتي حتكون فورس. ليش فورس؟ لأنه أنت ضربت ستريس في أريا، فهي هتصير فورس. فالماكسيمم فورس بيقدر يتحملها الستيل بهذا المقطع العمود هو عبارة عن السترينث اللي هو الإف واي في المساحة الأريا للستيل. بالمقابل للكونكريت، إذا تطلع الماكسيمم فورس الكونكريت اللي تتحملها حيكون مقاومة الخرسانة F برايم في مساحة الكونكريت AC. فإذا بلاحظ أنا عشان أطلع مقاومة المقطع ككل بدي أطلع مقاومة الستيل وأطلع مقاومة الكونكريت وأخذ تأثيرهم مع بعض. هاي اسمها المقاومة الإسمية Nominal Strength. المقاومة الإسمية للمقطع. ليش سميناها اسمية؟ لأنه إحنا طلعنا الـ FY و F برايم C سواء للكونكريت أو الستيل من خلال فحص قضيب من الستيل باللاب وفحص عينة من الخرسانة مكعب باللاب. فإحنا جبنا هاي القيم
من اللاب. المشكلة تكمن إنه بالسايت بالموقع مش شرط يجيب قيم اللاب نفسها، فإحنا مقاومة المواد باللاب هي مقاومة اسمية، ممكن تجيب FY نفسها، ممكن بالواقع تجيب أقل منها أو أكثر منها. برضو المقاومة اللي جابتها العينة بالمختبر للخرسانة لو جيت صبيت نفس الخلطة بنفس النسب نفس المعايير ممكن تجيبها نفسها بالواقع F برايم سي نفسها أو أقل منها أو أكبر منها، فبالتالي بسميها مقاومة اسمية. اسميا الخرسانة راح تنكسر على مقاومة انضغاط F برايم سي، واسميا حديد التسليح راح ينكسر على مقاومة انضغاط مقاومة شد عفوا F واي. نلخص اللي احنا حكيناه بالسلايد السابقة. هنا هنا عمود من الخرسانة المسلحة، هاي العمود F برايم سي لها قيمة معينة و F واي لها قيمة معينة. منين جبناهم هاي القيم؟ من خلال فحوصات المختبر، بحيث اني انا اخذت عينة من المكعب خرسانة على عمر 28 يوم فحصته انضغاط، واخذت سيخ من حديد التسليح وفحصته مقاومة شد. من اللاب حددت مقاومة الانضغاط ومقاومة الشد لهاي العينة. هذا العمود مسلح بتسليح معين مساحة سميناها الاريا ستيل، وجاي عليه لود. هذا اللود ممكن يكون ديد لود، ممكن يكون لايف لود، ممكن يكون عندي لاترال لود، ويند، ايرثكويك، عليه مجموعة من الأحمال المطبقة سواء environmental أو live أو dead load. فكرة كل الـ RC أو المطلوب منا بالخرسانة المسلحة أو بالمواد الإنشائية عموما، تعرف إنه هذا المقطع أو هذا العنصر الإنشائي يقاوم الأحمال الواقعة عليه أو لا، بتحملها ولا لا. فإحنا عشان نقدر نقارن، يا بنقارن stress مع strength، يا بنقارن فورس مع فورس. هاي الفورس هنسميها الكاباسيتي. طيب كيف المقارنة؟ زي ما حكينا قبل شوي، جيت أنا حكيت هذا العمود له مقاومة معينة، مقاومة هذا العمود جاية من الأريا كونكريت مضروبة في F برايم سي ومن الأريا ستيل مضروبة في F واي. هاي إيش سميتها؟ النومينال سترينث، المقاومة الإسمية للعمود. شو وحدتها؟ وحدتها هتكون وحدة الفورس. ليش؟ لأنه هاي عندي أريا مليمتر تربيع ضرب الفورس الستريس بالميجا باسكال. شو الميجا باسكال؟ نيوتن بير مليمتر سكوير ضرب مليمتر سكوير، فصارت وحدتها إيش؟ نيوتن أو فورس. طيب إحنا طلعنا مقاومة هذا العمود، يعني قديش بشيل فورس. بالمقابل عندي هاي الأحمال ديد واللايف والوين الويند والارثكويك، هاي عبارة برضو عن أحمال عن فورسز. طيب الأصل أنت تيجي تحكي لي بدي أقارن الفورسز الأحمال الديد أو اللايف أو الويند أو الارثكويك مع النومينال سترينث. لكن إحنا المرة الماضية عملنا إيش؟ هاي الأحمال السيرفيس لود دخلتها على الكومبينيشن، لأني أنا حكيت إنه ممكن يكون عندي earthquake وwind، أو ممكن يكون عندي dead life وearth أو snow أو rain، دخلتها على الكومبينيشن وطلعت منها أعلى قيمة، وحكيت عنه الworst scenario، هذا أسوأ احتمال من الأحمال ممكن يكون خاطئ، فحولت هاي السيرفيس لود على العمود لفاكتور لود قيمتها U. تمام؟ فشو اللي عملته؟ احنا عملنا تضخيم للأحمال لأنه الاحتمال الأسوأ إنه يجي هذا العنصر الإنشائي أحمال أعلى مما هو متوقع. طيب نرجع للنومينال سترينث. احنا حكينا عشان هذا العمود ما يصير فيه فيلير، عشان ما يصير فيه فيلير لازم تكون مقاومته أو سعته أكبر أو يساوي الأحمال الواقعة عليه، أحمال المطبقة عليه. طيب الأحمال المطبقة أنا حولتها من سيرفيس لفاكتورد من خلال الكومبينيشن، عملت لها تضخيم صح ولا لا؟ ضربناها بمعامل أكبر من واحد ودخلناها على الكومبينيشن واخترت أكبر واحد بكل الاحتمالات الموجودة. بالمقابل هاي المقاومة أنا للعنصر الإنشائي منين جبتها؟ من المختبر من اللاب. إحنا حكينا إنه لو إجينا فحصنا مكعب نفس الخلطة بنفس النسب كل مرة حيعطيني قيمة مختلفة، ما حيعطيني نفس القيمة. وكمان اتفقنا انه احنا فحوصات
اللي عملناها باللاب، المقاومات اللي جبناها باللاب مش شرط نجيبها على أرض الواقع، ممكن بالواقع تكون F برايم C أكبر من فحص اللاب، أو ممكن تكون أقل من فحص اللاب أو يساوي فحص اللاب. بالمثل FY حديد التسليح اللي استخدمته بالموقع ممكن يجيب مقاومة أعلى من اللاب أو أقل من اللاب أو يساويها. طب شو الاحتمال الأسوأ اللي يصير عندي؟ إنه أنا مقاومة المادة المستخدمة جابت أعلى من اللاب ولا يساوي اللاب ولا أقل من اللاب؟ طبعاً الاحتمال الأسوأ إنه مقاومة هاي المادة تكون أقل مما هو متوقع، مقاومة المادة أن تكون أقل مما هو متوقع. عشان هيك فكرة فلسفة الديزاين اللي إحنا هنتعامل معها، زي ما ضخمنا الأحمال لأنه الاحتمال الأسوأ يجيني أحمال أعلى مما هو متوقع، حننزل مقاومة المقطع. مش حننزلها إنه نصممه إنه أقل، لا، نفترض إنه يجيب مقاومة أقل مما هو عليه في الواقع. يعني نفرض إنه مثلاً الأصل باللاب الخرسانة جابت لي 28 ميجا باسكال، أصمم إنها بدها تجيب لي 25، لأن الاحتمال الأسوأ إنها ما تحقق لي اللي باللاب، تجيب أقل مما باللاب. فهاي فلسفة الديزاين زي الميزان، بزيد الأحمال المطبقة بضخمها، بتعامل إنها أكبر مما هي عليه لأنه هذا الاحتمال الأسوأ، لأنه في uncertainty، في عدم موثوقية بالداتا، إحنا لسه بنصمم يعني من الصفر ما في إشي. فكل هاي الافتراضات أو القيم اللي إحنا قاعدين نحطها، سواء الأحمال الحية، الأحمال الميتة، الأحمال الزلزالية، سرعة الرياح، منسوب المطر، كلها عبارة عن دراسات سابقة أو مناسيب سابقة إحنا قاعدين نتكهن نتنبأ فيها، هل ممكن يجي أعلى منها؟ ممكن يجي أعلى منها. فعشان هيك أنا بأخذها بناء على الدراسات السابقة أو بناء على الإحصائيات السابقة وبضخمها شوي. بالمقابل فحوصات المختبر، لما أنا أفحص المادة بالمختبر ما راح تجيب نفس المقاومة بالموقع، والسبب إنه الجو المختبر جو مثالي، أنا نسب الخلطة التزمت من نسب خلطة الخرسانة، استخدمت حديد تسليح، أنا ممكن بالواقع المقاول يغشني، العامل ما يكون ماهر، يكون في أخطاء بالتنفيذ، يختلف الجو علي، فبالتالي أنا مش ضامن إنه هاي المواد تحقق المقاومة المتوقعة منها، فأنا بفترض إنها جابت أقل مما هو عليه. فلسفة الديزاين اللي حكينا عليها اللي هي الـ Ultimate Strength Design Method. Ultimate Strength لأنه أنا بتعامل مع اللود بعملها Factored والـ Strength بعملها Reduction. In Ultimate Strength Design Method, the service working load are multiplied الأحمال التشغيلية كما هي عليه، يعني قيمة الـ D، الـ L، الـ R، S، R، W، E are multiplied by a certain factor، ضربناها بمعامل معين شو سميناه؟ load factor، وهو equivalent يكافئ الـ factor of safety، يكافئ معامل الأمان. and the resulting value، القيمة الجديدة سميناها الـ factored load، الأحمال المضخمة. بالمقابل الـ strength اللي أنا بجيبها من فحوصات المختبر للمواد، كل مادة إلها strength خاصة فيها، is estimated by multiplying the theoretical nominal strength by strength reduction factor. إذا الفحص اللي بجيبه من اللاب بسميه nominal، الفحص الإسمي. هذا الفحص الإسمي أو القيمة الإسمية أو المقاومة الإسمية للمادة إسمياً، يعني إسمياً بدها تجيب 28 ميجا باسكال، هل فعلياً حتجيب 28؟ ممكن حكينا تجيب أقل، أكبر أو يساوي، إحنا بنعرف بالواقع شو ممكن نجيب. بضربها بمعامل تخفيض، معامل التخفيض هنسميه فاي، بما إنه معامل تخفيض هيكون أقل من واحد، هيكون عبارة عن معامل أقل من واحد. فصف عنا اللود بضربها بلود فاكتور، بالمقابل السترينث بضربها بالسترينث ريدكشن فاكتور اللي سميناه فاي. اللود فاكتور أكبر من واحد والسترينث ريدكشن فاكتور أقل من واحد. طيب شو الهدف إني أنا أدخل السترينث ريدكشن فاكتور؟ بياخذ السترينث ريدكشن فاكتور into account، يعني بحسب حساب واحد uncertainties in the material strength، هذا أهم إشي وهو السبب الرئيسي إن إحنا دخلنا الفاي على الحسابات، عدم الموثوقية في مقاومة المواد، والسبب إنه خلطات الخرسانة يعني لو إن شاء الله لما تشتغلوا هتلاحظوا إنه نفس الخلطة ممكن غيري يعملها بنفس النسب ونفس المواد تعطيني مقاومة انضغاط مختلفة. وممكن زي ما حكينا حيصير في عنا الظروف البيئية للصب بتأثر، يعني هل أنا صبينا بجو بارد أو صبينا بجو حار، برضو مهنية العامل، حرفيته، أمانته، كل هاي حتنعكس على المقاومة.
اثنين inaccuracies in the design equation. لما نمشي بالمادة حنشوف انه احنا عملنا assumption، يعني هاي معادلات التصميم افترضنا انه الماتيريال، عفوا افترضنا انه المادة او المادة اللي عندنا linear elastic، انه سلوكها دائما linear elastic، وحنلاحظ لا مش دائما سلوكها linear elastic، ممكن تدخل بمرحلة البلاستيك البيرمنت deformation، يصير في تشوه دائم بالمادة، ومع هيك افترض انه ما صار تشوه دائم بالمادة، او افترض انه في recovery، او افترض انه هوكس لو ابليكابل لينير، يعني معناته انا بقدر اطبق قانون هوك، معناته الستريس يتناسب طرديا بالسترين، مع انه فعليا هذا الحكي مش صحيح. فاحنا في عندنا كثير اسامبشن، في عندنا كثير افتراضات بمعادلات التصميم كان هدفها التبسيط، اني انا احصل على معادلات بسيطه مش معادلات رياضيه معقده، وكانت نسبه الخطا فيها محتمله. فبالتالي برضو كمان احنا دخلنا السترينث ريدكشن فاكتور عشان نحسب حساب انه هاي المعادلات التصميميه فيها نسبه خطا. ثلاث approximation and analysis، التقريب بعمليه التحليل الاناليسيس. قدام شوي برضو كمان احنا حنعمل approximation، حنحكي مثلا انه انا والله هذا المقطع مش عارف كيف بدي اعطيكم مثال عليها هسه، أشهر مثال عليها نسبة حديد التسليح الماكسيمم. طيب خليها لقدام شوي، بس هي برضو إنه في عنا برضو بعملية غير بعملية التصميم، بعملية التحليل حنشوف في عنا افتراضات assumption، وهي فعليا ما صارت على أرض الواقع يعني، أو ما صارت بالحالة الموجودة عندي. possible variation and dimension of concrete section and placement of reinforcement. برضو كمان عنا إحنا ممكن نكون طالبين مقطع بأبعاد معينة، يصير في عنا أخطاء بالتنفيذ أو أخطاء بموقع حديد التسليح، يعني ما حط لي اياه بنفس السبيسنج اللي انا بدي اياه او بنفس الكفر اللي انا بدي اياه، برضه هذا بياثر على مقاومه المقطع، وحنشوف ان شاء الله. واخر شيء importance of the member of the structure، اهميه العنصر الانشائي. وانا اتفقت معكم اهم عنصر انشائي هو الكولوم، لانه الفيلير بيصير فيه ما بيكون محلي، بيكون بكل الستركشر، بيكون بكل الستركشر. هاي الاسباب اللي خلتني يعني، بس هو السبب الرئيسي اللي حكينا اللي هو عدم الموثوقية بمقاومة المواد، كلها أسباب ثانوية بس لازم نأخذها بعين الاعتبار. طيب إحنا صار عنا مقاومة المقطع والأحمال المطبقة عليه، لازم تكون عندي مقاومة المقطع أكبر أو تساوي الأحمال المطبقة عليه عشان ما يصير في عندي فشل. يعني عندي عمود، لازم مقاومة العمود أعلى أو تساوي الأحمال اللي عليه. عندي بيم، مقاومة البيم أعلى أو تساوي الأحمال اللي عليها. السلاب مقاومتها أعلى أو تساوي الأحمال المطبقة عشان ما يصير في عندنا فيلير. طيب أكبر أو تساوي الأحمال المطبقة، إحنا حكينا ما رح نتعامل مع الديد كما هي واللايف كما هي والسنو كما هي، لا حنتعامل مع الكومبينيشن، فهي عبارة عن لود ضرب لود فاكتور، فهي مش سيرفيس لود، هي عبارة عن أكبر أو تساوي من الفاكتورد لود، صح ولا لا؟ وإحنا حكينا في عنا كومبينيشن، كل كومبينيشن بيجمع لي أكثر من حالة، فبديهي نشوف هيك علامة السميشن. لو رجعت للكومبينيشن 1.4 dead لا أو عفوا 1.2 dead زائد 1.6 light زائد نص ال R or snow or R وهكذا، فهي عندي عملية summation فأخذت المجموع. خلصنا من الطرف الأيمن، نجي على الطرف الأيسر. مقاومة المقطع، مقاومة المقطع بنسميها design strength، المقاومة التصميمية. طيب مقاومة التصميمية أو المقاومة حكينا هي عبارة عن السترينث، المقاومة اللي سميناها شو؟ نومينال الاسمية اللي جبناها من اللاب، مضروبة بالسترينث ريدكشن فاكتور معامل التخفيض. فصارت احنا عندنا هاي السترينث ريدكشن فاكتور رمزناها بالرمز فاي، فصارت عندنا strength nominal أو nominal strength أكبر أو تساوي summation للload ضرب اللود factor. وهاي كل فكرة التصميم والتحليل بالRC، يعني هذا إشي أساسي جدا عشان ما يصير عندك فشل، لازم تكون عندك
السترينث النومينال الاسمية مضروبة بالريدكشن فاكتور بعد التخفيض مقاومة المقطع بعد التخفيض أعلى من الأحمال بعد التضخيم. مقاومة المقطع بعد التخفيض أعلى أو يساوي الأحمال بعد التضخيم. السترينث ديزاين سترينث أقل أو تساوي فاكتور. لا هي غلط. لا طبعا design strength أكبر أو يساوي factor load. عدلوها. المقاومة أكبر من الأحمال. أنا عدلت لكم إياها. design strength أكبر أو يساوي الفاكتور لود. strength reduction factor بالنومينال strength أكبر أو يساوي summation اللود باللود فاكتور. in general بالعادة اللود فاكتور أكبر من واحد ليضخم الأحمال و reduction factor أقل من واحد لريديوس يضخم أي يخفض المقاومة. في السلايد عندنا قيم strength reduction factor. طبعا حنلاحظ حسب internal force حسب القوة الداخلية بالمقطع نختار قيمة الفاي، يعني هل في تنشن، هل في كومبريشن، هل في شير، هل في تورشن، بناء عليه بحدد قيمة الفاي. 0.9 for tension control beam and slab قيمتها 90%، وحنلاحظ انه اعلى قيمة للفاي هي 90، انه افترض انه المقطع جاب 90% من المقاومة الاسمية، واقل قيمة له 65 انه جاب 65%، فإحنا الفاي لازم نلاحظ إنها أكبر أو تساوي 65%، أقل أو تساوي 90%، يعني قدام شوي لأنه حالياً بهاي المرحلة قيمة الفاي معي، بس قدام شوي أنا بدي أحسب قيمة الفاي، فأوعك إذا طلعت معك أقل أو طلعت معك أقل من 65% تحطي 65، أو إذا طلعت أكثر من 90% تحط أو تختار القيمة الأعلى من 90%، لأنه هي معامل تخفيض، وللأسف كمان في طلاب بلاحظ إنهم تطلع معهم قيمة الفاي أكبر من واحد. أنت اسمها strength reduction factor بتعمل reduce بتخفض قيمة المقاومة مش بتزيدها. لما أضرب بمعامل أكبر من واحد أنا بضخم الإشي بكبره، فبدنا ننتبه، يعني تكون كمان الأرقام اللي بنطلعها منطقية هندسيا. يعني طيب 90% for tension control beam or slab، 75% for shear and torsion and beam، 65 أو 75 بالكولم حسب نوع العمود، 65-75 مرات 90 للكولم اللي supporting very axial small load عليهم قوة محورية قيمتها قليلة، 65 bearing on concrete. فهاي يعني قيم الفاي عشان تكون أنت عندك فكرة عن قيم الفاي محصورة بين 65 و 90%. وبقدرش أخفض سعة المقطع عن 65، وبقدرش أخفضها أكثر من 90 محصورة بين. طبعاً إحنا حكينا في قيم، لكن هاي القيم إحنا بنحسبها من هذا الشكل. هذا الشكل بيكون معطى بالامتحان، يعني مش حفظ، لكن أنت أو أنتي تكون تعرف تتعامل معه. قيمة الـ y-axis هو قيمة الـ phi، بلاحظ أعلى قيمة إلها 90% وأقل قيمة إلها 65%. الـ x-axis له قيمة strain t، strain and tension، أو c على dt، طبعاً هنجيهم بالتفصيل، لكن عندكم فكرة عن الـ strain اللي هو تغير في الطول على الطول الأصلي، tension يعني epsilon t، t هون جاي من tension، مين اللي بده يصير له استطالة بالتنشن؟ حديد التسليح. إحنا بنعرف إنه السترين تغير في الطول على الطول الأصلي، فهذا بخص حديد التسليح الستيل، قديش بصير فيه استطالة. فإحنا بنلاحظ عشان نطلع قيم الفاي حتعتمد على قيمة السترين إبسلون تي أو على قيمة سي على دي تي. طبعا نجيهم بالتفصيل، لكن أنا بدي تعرف إنه في عندي هاي لما كان السترين 0.002 فأقل كانت قيمة الفاي 65%، يعني هذا الزون سميناه compression contour. لما كانت قيمة السترين 0.005 فأكثر كنا محصورين بهاي المنطقة سميناها tension control، كانت قيمة الفاي عندي 90%.
لما اجينا بالنص بين البوينت 002 والبوينت 005 سمينا ترانزيشن هي الانتقالية، فعندي خط سلوب لاين مش كونستانت، مش زي هاي كونستانت ولا زي هاي كونستانت، لا خط ما له معادلة، بدي اعوض قيمة السترين عشان يطلع لي الفاي. هذا الحكي اللي انا بواجهه معكم بالامتحانات، تيجوا بتعوضوا قيمة السترين بتطلع قيمة الفاي لتعويضكم الخطأ على الكالكوليتر أكثر من 90% أو أقل من 65%. فأنت بدك يكون في عندك زي ما حكينا حس هندسي الأرقام، إنه والله هذا الرقم مش منطقي، أنا مخربط بإشي يعني. فهاي مبدئيا هي الرسمة، حندخلها ناخذها بالتفصيل، حنتعلم كيف نحسب سترين تي، حنعرف شو يعني سي وشو يعني تي وكيف بطلعهم. لكن الفكرة إنه حيكون عندك ثلاث زونز، ثلاث نطاقات حسب قيمة السترين. ليش هاي النطاقات؟ لأنها بتأثر على قيمة الفاي. قيمة الفاي إذا كان compression control 65%، tension control 90%، بيناتهم في عندي معادلة هيها بعوض فيها قيمة الاسترين. إذا بلاحظ في عندي خط solid وخط dotted، dotted للspiral والsolid للتايد. طبعا البيم حالة التايد. هون يا جماعة عندنا مثال على اللي بنسميه spiral column، والتسمية اجت من التسليح الجانبي اللي شكله زي الزومبرك، هذا بسميه spiral reinforcement، التسليح الجانبي اللي بيمسك حديد التسليح الطولي. اللي شكلها جاي زي مبدأ الزومبرك او الهيليكس، بلاحظ انها متصلة على طول العمود في اتصال، يعني انا هذا السيخ كامل لفيته على شكل زومبرك عشان امسك حديد التسليح الرئيسي من انه يقع. فهذا النوع من الاعمدة بسميه سبايرال كولوم. هذا النوع من الاعمدة بنسميه تايد كولوم من التايز. طلعوا عندي التسليح الجانبي اللي ماسك حديد التسليح كانت منفصلة، ما في اتصال زي الزومبرك او الهيليكس او السبايرال، لا بحط كان وبمشي مسافة، بحط كان جديدة، كان ثالثة، كان رابعة، ما في مش اتصال، مش نفس الكان لفيتها من أول العمود لآخره، بسميه تايد كولوم. البيم ليش أنا حكيت لكم هي تنطبق عليها حالة التايد كولوم؟ لأنه زي صار زي كأنه عمود نايم على جنبه، هاي الكانات منفصلين مش مستمرين، فالبيم لما نطلع لها الفاي بتعامل معها زي كأنها تايد وليست سبايرال. هاي نقطة حبيت أوجهك إياها، لأنه إحنا أول إشي حنحلله ونصمم هو البيمات بيمز، فضروري إنك لما تحسب لي الفاي تتعامل معه زي كأنه تايد وليس سبايرال، لأن هاي أنا حطيت لك صورة الكولوم وصورة البيم بنفس السلايد عشان تطلع إنه فكرة التايد كولوم زي فكرة البيم، لكن في واحد جاي فيرتيكال وواحد جاي هوريزونتال.